السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفالي الأعزاء، نعود لنستكمل ما تبقى من قصة نبي الله هود عليه السلام. وبسم الله نبدأ. حاول أن ينفذ إلى عقولهم ليضيء ظلامها، ولكنهم رفضوا واستمروا في عنادهم وكفرهم، واستبعدوا أن يرسل الله إليهم رجلا ليهديهم، وقالوا في استنكار: أبعث الله بشرا رسولا؟ ولم ييأس سيدنا هود، بل استمر في دعوته صابرا آملا في هداية قومه، ولكنهم تكبروا، فهم أقوى أهل الأرض، يعيشون في طرف ونعيم، فكيف يأتي رجل ويزعم أنه يهديهم إلى الحق؟ كيف يدعي أن هناك إلها واحدا وهم يعبدون أصناما متعددة؟ وقالوا: يا هود، لقد وجدنا آباءنا تعبد الأصنام ونحن نعبدها مثلهم. وتجمع قوم عاد وراحوا يتشاورون في أمر هود. أنكر قوم عاد نبوته ودعوته، إنه مثله، يأكل ويشرب ويعيش حياة عادية، فلماذا فضله الله عليهم؟ وقالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وأضافوا في تأكيد: ليقضوا على دعوة سيدنا هود، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وحاول سيدنا هود أن يذكرهم بعقاب الله وكيف أهلك قوم نوح، فقال لهم: أنسيتم ما حدث لقوم نوح؟ أنسيتم كيف أغرقهم الله بكفرهم؟ وشرح لهم أنه لا يريد منهم أجرا ولا يبغي بينهم مكانة رفيعة عالية، إنه ينصحهم، فهو يشفق عليهم من الكفر وجزائه. وقال لهم: يا قوم، لا أسألكم أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ قالوا له في عناد: إنك لم تأتي بشيء خارق أو بينة تجعلنا نترك آلهتنا ونتبعك. واتهموه بالسفاهة والجنون. وقال أحدهم: أنت مجنون، تتصور نفسك أفضل منا. وقال آخر: إنما حدث لك بسبب أنك أغضبت الآلهة فانتقمت منك وأنزلت عليك غضبها. قال هو في صبر: يا قوم، إنها حجارة لا تضر ولا تنفع. وتحداهم قائلا: أنا بريء من هذه الآلهة، اجمعوها جميعا وافعلوا أقصى ما تستطيعون معي، فأنا لا أبالي بها ولا بكم، وإنها لن تضرني ما دام الله معي ينصرني، إني توكلت عليه، فافعلوا ما تستطيعون. حاول هود عليه السلام أن يشرح لهم جزاء الكفر وعقاب الله للكافرين في الآخرة، ولكنهم أنكروا البعث والنشور والجنة والنار،
وقالوا في سخرية: أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. أنكرت عقولهم ضيقة أن ينفخ الله الروح في أجسامهم بعد موتهم، ظنوا أن الحياة تنتهي دون ثواب أو عقاب، واستمروا في عنادهم وكفرهم. واستمر هود عليه السلام في محاولة إقناعهم وهدايتهم. حاول سيدنا هود وفشلت كل محاولاته مع قوم عاد، ورفع هود عليه السلام كفيه إلى الله بعد أن يأس من قومه، وقال في ضراعة: رب انصرني بما كذبوني. نكتفي بهذا القدر من قصة نبي الله هود، ونعود نستكملها في المرة الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.